فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في عيد الأضحى هل يجوز أن يضحى بأنثى الخروف النعجة وذلك لعدم توفر الذكر؟ إيش؟ في عيد الأضحى وعند إرادة ذبح الأضحية هل يجوز أن نضحي بأنثى الخروف النعجة وذلك؟ إيه؟ من قال لك أنه ما يجوز؟ صحي بالأنثى ولا بالذكر ما في بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.